اختار النصارى بتتكلم عن مجيء نبي اسمه محمد ولا حد احمد. لقد احضرت لك معي ما تحتاجه يا خليل، خذ. إظهار الحق. هذا الكتاب يحتوي على قائمة ب26 إشارة عن محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وردت بالتوراة والإنجيل. وليه ما وردتنيش من قبل كده؟ كنت أريدك أن تقرأ كتاب النصارى بنفسك أولا. هنا لن يستطيع أحد أن يجادلك فيما توصلت إليه من نتائج. خليل يا ولدي، الكتاب الذي سوف تكتبه ليس مثل غيره من الكتب التي سبق وبحثت في هذا الموضوع، وسوف نصل إلى نتائج مذهلة بإذن الله. بإذن الله يا خليل، وسوف ترى. قررت إن أنا أمتحن كل إشارة من 26 الموجودين في الكتاب ده، لكن مفيش ولا إشارة فيهم قدرت تثبت أي حاجة. أنا قلت يا رب، أنا مش قادر أثبت إن الإنجيل محرف، ولا قادر ألاقي أي ذكر لمحمد في أي مكان فيه. يا ترى إيه اللي أنا عايش علشانه؟ يا ترى أنا بعبد مين؟ فكرت لو إن الإنجيل صحيح ومش مزيف، يبقى إيه مستقبل القرآن؟ مش ممكن يكونوا الكتابين صح، علشان كل كتاب منهم بيتحرك في اتجاه عكس التاني. وبكده بديت أكتب ورقة بحث بعنوان هل القرآن هو كلمة الله؟ ولما خلصت البحث كان عدد صفحاته بين 200 و300 صفحة. وفي يوم من الأيام جه الأمير في زيارة مفاجأة. اتفضل حضرتك، استناه هنا في الأوضة. خليل دقيقة واحدة ويخرج لحضرتك. شكرا. الحمد لله، أخيرا بدأ بالكتابة. ايه اللي جرى لك يا خليل؟ ايه اللي انت كاتبه ده؟ انت بتقول ان القرآن مش كلام الله؟ ان ما كنتش مصدقني اقرا بنفسك الانجيل. انت فاكرني مبسوط باللي انا طلعت له ده؟ انا قلت لك مليون مره شوف حد تاني يقوم بالمهمه دي، لكن كل مره ترد عليا وتقول لي ربنا اختارني انا. انت المفروض تلوم نفسك مش تلومني انا. احنا دفعنا لك فلوس كتير عشان تكشف اكاذيب النصارى الكفره. لا 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 لا، انت قلت لي اعمل ابحاث بنفسي، وده اللي انا عملته، وكتابهم هو الحق. ومش بس كده، القران نفسه بيقول ان عيسى المسيح هو الله. اخلص اخلص، اوعى تتكلم، بقول لك اوعى تتكلم. القران بيقول ان عيسى بيتكلم بامثال، وانا هرجع تاني على السحاب وهدين الناس. اسكت. سورة المائدة عيسى يقدر يخلق. سورة العمران عيسى بيشفي المرضى ويقوم الناس بالنور. عيسى هيرجع على السحاب وهدين الناس في يوم الآخر زي ما هو مكتوب في الكتاب بالظبط.
اسمع، من النهاردة لا نعرفك ولا انت تعرفني، وانا اقول للجماعة انك بعتنا يا كافر. كلام الفارغ ده لو وريته لحد هقتلك بنفسي. كافر كافر. خليل وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. حارب الكفار لأنهم بلا إيمان، حارب المشركين بالطريقة التي يحاربونك بها، حارب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله. قاتلوا قاتلوا قاتلوا، حتى لو كانوا أباء أو أطفالا أو أزواجا، اقتلوا. والمصحف الشريف انت اللي منور يا معلم. الو تمساوس، انا خليل. لا 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 كويس، انا بس كنت عايز اتكلم معاك لمده. وفي يوم من الايام طلبت في التليفون واحد من اصحابي المسيحيين في الشغل، كان نفسي اسمع منه عن الانجيل، بس هو خاف وقفل السكه في وشي. وبعدين حصلت حاجه ازعجتني جدا، ان شنطتي اتسرقت وكان فيها كتاب المقدس والباسبور. ايوه معلم، ما شفتش الشنطه دي؟ الشاي بتاعك معايا. ايوه معلم هجيب لك. حاضر. انا محمود. ساعت بيه ساعت بيه، بشوف شنطتي انت بتاعنا اهو. شنطه ايه يا فندم اللي بتتكلم عليها؟ بس دي فيها بطاطي وفيها الانجيل. الانجيل يا فندم يا فندم، فلوس المكالمه يا حبيبي، تعال هنا يا فندم. يا رب أرجوك اسمعني، وريني طريقك. كل اللي أنا عاوزه وكنت بدور عليه إن أعرفك وأكون ليك من كل قلبي. يا رب أنا حبيتك من صغري وكل حياتي بين إيديك. يا رب أنا ضايع، أنا محتاج لك. يا رب أنا عارف إنك إله واحد، هل أنت إله المسلمين ولا إله النصارى؟ لو كنت إله المسلمين شيل كل حاجة من دماغي إلا الإسلام، لو كنت إله النصارى فاديني نور في قلبي عشان أعبدك. يا رب وريني طريقك، اظهر لي الحق من فضلك يا رب. الليلة دي أنا نمت بعمق بصورة ما حصلتش في حياتي قبل كده، وقرب الفجر حلمت حلم. انت لسه عندك شك فيا؟ انت مين؟ انا هو الشخص اللي انت بتدور عليه. انا مش قادر افتكر. اقرا الانجيل. انا بحب الانجيل. ايوه انا عارف،